فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شابة تساقط شعرها وبان الصلع في رأسها، هل يجوز أن تلبس ما يقال أو ما يسمى بالباروكة؟ لا، تلبس عليه غطاء، تحط عليه غطاء يستره ويكفي هذا، وترضى بقضاء الله وقدره تعالج إذا كان له علاج تعالج، يعني سمعنا أن فيه علاج لاستنباط الشعر. وأما لبس الباروكة هذا من الوصف، فيه فتاوى كثيرة للشيخ ابن باز رحمه الله في منعه اعتباره من الوصل. نعم.